ملك التوقعات قال لكم الفاينل ما بين اسبانيا وانجلترا وقد كان. المحظوظ ساوث جيت بينقذوا اولي واتكنز وبياخدوا وبيروح بيه تاني فاينل على التوالي مع انجلترا بعد فاينل السنه اللي فاتت او البطوله اللي فاتت وخسر من ايطاليا. السنه دي بيقابل اسبانيا وكانه موعود ان هو يقابل افضل فريق في البطوله اللي هو يكون في الفاينل، مره ايطاليا ومره اسبانيا. هنشوف النهائي ايه اللي هيحصل، ولكن النهارده جايين نتكلم عن انجلترا وهولندا وازاي ساوث جيت عدل من افكاره وازاي كومان الناحيه التانيه فرط في المباراه. تعال نتكلم في كل حاجه عن مباراه انجلترا وهولندا. سالوا خش فيها حاجه، انزل اعمل لايك، اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول ما تنزل على طول. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الانجاصين. انا بيجي جايه في حلقه جديده من قهوه اليورو، وحلقه النهارده بنتكلم عن السيمي فاينل الثاني بعد ما اتكلمنا امبارح عن اسبانيا وعن فرنسا واتكلمنا في كل حاجه باستفاضه عن الفريقين. جينا النهارده نتكلم عن هولندا وانجلترا. تعال اكلمك في الاول على انجلترا. انجلترا اللي شكلها اتحسن النهارده على الاقل الشوط الاول بفضل ساوث جيت. تقول لي بفضل ساوث جيت؟ ده راجل هجاص ساوث جيت ده. ماشي هو هجاص، ولكن النهارده كان في بعض اللمحات اللي ادت ان الفريق يبقى شكله كويس. اول لمحه وهي انه لعبوا 3 4 3، دي لمحه مميزه، دي الحريه اكتر للثلث الهجومي. دي خلت ان لما تلعب 3 4 3 وتثبت كوبي ماينو جنب ديكلان رايس وتدي الحريه لفودن وساكا وبلينجهام وهاري كين ان هم يتحركوا في الثلث الامامي، فانت بالتالي بتعمل كثافه كبيره في الثلث الامامي بزياده كمان كايل ووكر وزياده كيرن تريبييه، فبالتالي بتبقى عندك كثافه عدديه كبيره جدا في الناحيه الهجوميه، فبالتالي بتهدد مرمى الخصم فاقرب من فرصه واكتر من فرصه. ده كان شكل كويس للمنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي اللي كان شكل الشوط الاول افضل بكتير من مباريات اليورو كلها. يعني مباريات اليورو الخمسه اللي فاتت كلهم في اليورو كان المنتخب الانجليزي منتخب شاحب ومنتخب باهت ومنتخب ما عندوش اي حلول وبيعدي كده، ولكن النهارده كان عنده بعض من الحلول. في الشوط الاول كان انجلترا افضل، كان انجلترا اقرب، كان انجلترا مستعده تجيب جون واثنين وثلاثه في الشوط الاول لانها كانت كويسه جدا. الشوط الاول كنت معجب بيها نوعا ما. هولندا مع كومان مش قادر اقول ان هم منتخب ممتع، هو منتخب عنده افراد عارفه تطبق فكره معينه لكومان وان هي تسجل اهداف. الفكره المعينه دي كانت بتطبق ازاي؟ انت لما بتيجي تهاجم ما بتهاجمش زي انجلترا بسته او بخمسه، لا انت بتهاجم باربع لعيبه، تشافي سيمنز وجاكبو وديباي واي لاعب من نص الملعب بيزيد معاهم، ودين فرايز طبعا بيزيد ناحيه اليمين وبيعمل زياده عدديه كبيره جدا وبيبقى مهم جدا في الزياده العدديه بتاعته، فبالتالي بيهاجم باربع لعيبه، فبالتالي الاربع لعيبه اللي بيهاجموا دول قدروا ان هم بكواليتي فردي يسجلوا اهداف ويوصلوا هولندا للسيمي فاينل. لما النهارده شفت تشافي سيمونز بيقطع الكوره في كوره ميته تماما، بيقطع الكوره من ديكلان رايس بيروح يحط صاروخ في الجون وكاننا موعودين بالاهداف العالميه في اليورو ده، اردا جولر ولامين يامال ونيكو ويليامز والنهارده بيختمها او لسه مش بيختمها قوي يعني تشافي سيمونز وكمان اولي واتكنز اللي هنجيله كمان شويه. تشافي الجون اللي جه مش هقول لك اربك المنتخب الانجليزي، ولكن نوعا ما ادى ثقه للمنتخب الهولندي لان انا ممكن ارجع تحت الكوره، ممكن ادافع، ممكن اخلي المنتخب الانجليزي يعاني شويه، ولكن ده ما حصلش لان المنتخب الانجليزي رجع بسرعه بضربه جزاء ساذجه جدا من فرايز، رجله خبطت في وش رجل هاري كين، ضربه جزاء صحيحه بتتحسب للمنتخب الانجليزي. هاري كين بيخش ما بيضيعش بيسجل الهدف 1-1 انجلترا وهولندا. بيمشي الشوط الاول على نفس المنوال ونفس النمط، بيخش الشوط الثاني بافكار اخرى. ايه الافكار الاخرى؟ الحاجه اللي كانت مخليه او الحاجتين اللي كانوا وحشين في الشوط الاول للمنتخب الانجليزي، اول حاجه وهي كيرن تريبييه. تريبييه في الثلث الشمال او في الباك الشمال سيء جدا جدا جدا. لما الكره تنقل ناحيه الشمال والهجمه بتبقى بتبتدي من ناحيه الشمال، الهجمه بيحصل لها ديلي لثانيه، يعني ثانيه بيحصل لها ديلي كده بسبب ان كيرن تريبييه لسه بيعدي الكوره عشان يعرف يعمل استلام وتسلم. وكمان بلينجهام دي الحاجه الثانيه اللي كانت وحشه، وان بلينجهام بيلعب
وينج انسايدر، وينج انسايدر اللي هو لما كرنت بيه يزيد بلينجهام يخش لقلب الملعب، وبالتالي بلينجهام لما كان بيلعب وينج النهارده مش واخد حريته اكتر، وبلينجهام تألقه بان مع ريال مدريد لانه كان بيهاجم المساحه كانت بتتفضله المساحه، وهو بيهاجم المساحه فبالتالي كان بيسجل، ولكن النهارده بلينجهام هو اللي كان بيفضي المساحه، فبالتالي كان شكله سيء جدا طول المباراه غالبا. يعني الشوط الثاني بتبدا بتخرج تريبييه، بتنزل بتنزل لوك شو باك شمال او وينج باك شمال صريح، والناحيه الثانيه بيحصل تغيير برضو بيخرج ديباي وينزل فوغريست. فوغريست انا تفهمت التغيير بعد ما شفت ان المنتخب الهولندي بيلعب ازاي الشوط الثاني، لما شفت المنتخب الهولندي تحت الكوره بيقابل بميديم بلوك، اوقات كمان بيقابل بلو بلوك، فبالتالي مش محتاج ديباي في شيء، هو محتاج فيجوريست نوعا ما يحاول يضغط على حامل الكوره في الثلث الاخير عند المنتخب الانجليزي، وفي نفس الوقت لما الكوره تبقى معايا اعرف اطلع بكوره طويله مباشره على فيجوريست وينزلها للونجات بتاعت سواء تشافي سيمنز او جاكبو، فبالتالي كان دي الطريقه اللي نوعا ما بيلعب بيها المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي بمناسبه فضل صامد وفضل كويس جدا دفاعيا، وفضل مرصوص كويس جدا 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 دفاعيا، وقدر يقفل على فودن، وقدر يقفل على برنجام، وقدر يقفل على هاري كين، وقدر يقفل على ساكا، ويقفل على مفاتيح لعب المنتخب الانجليزي كلها. ولكن دي بقى اللي في اخر تلت ساعه في الماتش، اخر تلت ساعه في الماتش المنتخب الهولندي ابتدى يهاجم اكتر، يمسك كرة اكتر، يفتح ملعبه اكتر، والناحيه الثانيه المنتخب الانجليزي بيعمل تغييرتين على طول، بيخرج فودن ينزل بالمر، وبيخرج هاري كين وينزل اولي واتكنز. واتكنز ما شفتوش كتير في اليورو، حتى لما كان بينزل مهاجم تاني من على الدكه مع هاري كين او بديل لهاري كين كان بيبقى ايفان توني، لما شفت غيرت اولي واتكنز استغربت من اشراكه لانه ما شاركش في ماتشات كتير في اليورو، ولكن ما استغربتش ان اولي واتكنز حط جون اللي حطه. بصراحه اولي واتكنز حط جون يدرس، مهاجم الراجل ده ساهم السنه دي مع أستون فيلا في موسم اعجازي ب 32 جون، جاب 19 هدف وعمل 13 اسيست، فكان نوعا ما محتاج بس ان يتحط عليه السبوت في الموسم التاريخي اللي عامله مع أستون فيلا، فشاء القدر ان هو اللي صعد منتخب انجلترا لفاينل اليورو الثاني على التوالي. كوره بتجيله من كول بالمر، التغييرات الناجحه بتيجي لاولي واتكنز، بيستلم الاستلامه بتاعته بلفه جسمه، دي بتقول مهاجم، دي لوحدها بتقول ان هو مهاجم كبير، استلامه بيلف بيمرجح رجله صح جدا في تطويحه الكوره، وان هو بيشد الكوره بتطويحه رجل حلوه جدا، فبتروح في اخر الجون وبيسجل المنتخب الانجليزي الهدف الثاني في الدقيقه 91، وبينهي كل شيء، بيخلص كل شيء. وتيجي تقول لي طب دلوقتي السؤال، المنتخب الانجليزي لما صعد فاينل هل بفضل ساوث جيت ولا بفضل كواليتي الافراد؟ اقول لك انا من وجهه نظري كواليتي الافراد. في ماتش في دور ال 16 بيلحقوا بلينجهام وبيسجل دبل كيك عالميه وبيصعدوا لدور الثمانيه، دور الثمانيه بيلعب سويسرا بيروح معاه لضربات جزاء وبيعدي في ضربات الجزاء. في مباراه النهارده هي من افضل مباريات المنتخب الانجليزي، من افضل مباريات المنتخب الانجليزي، ولكن من افضل المباريات للمنتخب الانجليزي مش على مستوى الافكار او مستوى الانماط سواء دفاعيه او هجوميه، ولكن لا على مستوى الديناميكيه اللي بدات او اللي هي اتصنعت النهارده للعيبه الهجوميه ولاعيبه الفريق عامه عشان تصنع الفارق. كلها فرديات، انا اتفق ان كلها فرديات. ساوث جيت النهارده ما اخترعش العجله، ما راحش النهارده عمل طريقه ونمط معين وافكار معينه كانت جميله جدا فادت ان فوز منتخب الانجليزي، لا هو الجون الاول جت ضربه جزاء، الجون الثاني بمهاره فرديه من بالمر ومن اولي واتكنز بيعدي للفاينل. بيقابل مين في الفاينل؟ بيقابل الوحش، الوحش منتخب اسبانيا. هل هنشوف حاجه محدده؟ هل هنشوف المنتخب الانجليزي بيصنع مفاجاه وبيكسب اليورو؟ ده نتكلم في حلقه اليورو، لكن حلقه النهارده بنتكلم عن هولندا وانجلترا. هولندا كبطولة هي بطولة مميزة. هتقول لي يا معلم ده قابل فرق تعبانة قوي، هقول لك اه انا اتفق معاك، ولكن المنتخب الهولندي كان بيقدم فكرة، كان بيقدم شيء زي ما قلت لك في حالة التوقعات بتاع الدور 16 ان المنتخب الهولندي هو لا منتخب جامد قوي، يعني ولا هو اسبانيا ولا هو مثلا انجلترا في الماتشات اللي فاتت، لا هو منتخب عادي عادي، مباراة بيكسب، مباراة بيتعادل، مباراة بيخسر في دور المجموعات وبيصعد احسن توالد، علشان يشاء القدر ان الاحسن توالد ده بيوديه في الطريق السهل، وبيقابل رومانيا بيديها 3، بيقابل تركيا بيديها 2، وبيلاقي نفسه في السيمي فاينل زي انجلترا. سلوفاكيا في سويسرا بيلاقي نفسه في الفاينل، قبل هولندا
بيلعب ماتش شوط اول كويس شوط تاني مش قد كده وبيجي جون في اخر الدقيقه بيكسب بيعدي الماتش. الفريقين تحسهم شبه بعض قوي، ده فريق عنده فكره نوعا ما بيحاول يطبقها والتاني ما عندوش اي افكار، ولكن كواليتي اللعيبه بتاعته هي اللي بتفرق بتصنع الفارق. ده الفرق بين هولندا وبين انجلترا. طب انجلترا هل قادر على تحقيق اللقب؟ وارد، كل شيء في الفاينل وارد. انت خلاص وصلت فاينل، الفاينل ده لو بتقابل مين هي 50-50، الفاينل 50-50. المنتخب الانجليزي هل كان يستحق انه يصعد للفاينل؟ انا شايف ان المنتخب الانجليزي كان يستحق اصلا يخرج من دور الثمانيه، فوصوله للفاينل دي كانت معجزه يعني او انجاز كبير جدا يحصل للعيبه مش لساوس جيت. من وجهه نظر اللي انا عارف ان الصحافه الانجليزيه كلها تتغنى بكره بساوس جيت والمدرب اللي صعدنا سيمي فاينل كاس عالم 2018 ودور الثمانيه في كاس عالم 2022 وبيخرج من حامل اللقب السابق وبيوصل فاينل اليورو اللي فات وبيوصل فاينل اليورو دون، كل دي شكليات بالنسبه لي، كل دي فرديات. اه ممكن 2018 كان شكله كويس، كان بيحاول يلعب نوعا ما بيحاول يعمل شكل، و2022 كان سيء جدا زي اليورو دون، اليورو اللي فات كان كويس، اليورو ده وحش مش على سطر وساب سطر، كانش افضل شيء برضه في البطولات ككل. ساوث جيت انا شايف ان المنتخب الانجليزي زي المنتخب الفرنسي كده بالظبط وزي المنتخب البرتغالي كده بالظبط محتاجين مدربين غير اللي معاهم بكل تاكيد. في الاخر قرار شخص واحد هو رايانا في مباراه انجلترا وهولندا. لك انت في الكومنتس لتوقعاتك، هل انجلترا قادره على تحقيق اللقب على منتخب اسبانيا ولا اسبانيا هو اللي هيكسب اللقب زي ما كلنا متوقعين؟ وانا توقعاتي هسيبها الحلقه قبل الماتش لانها تبقى توقعات ناريه. لو الحلقه عجبتك ستش اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وانا كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.